إذا السلام عليكم أسرة باكفاسي، ترحب بكم. درسنا لهذا اليوم هو الضراء وميكانيك نيوتن. إذا في هذا الدرس سنطرق المحاور التالية بإذن الله: حدود ميكانيك نيوتن، يعني غنشوفوا بأن ميكانيك نيوتن ما كتصلحش لما كنتعاملوا مع السلم الميكروسكوبي، يعني كنتعامل مع الذرات والإلكترونات والأجسام لا متناهية في الصغر باش تفسر بعض الظواهر، ما كتصلحش. إذا غنشوفوا الطاقة المتبادلة بين الذرة وإشعاع ضوئي، لأن الذرة يحدث بينها وبين الإشعاعات الضوئية أو لما تصطدم بإلكترون تبادلات للطاقة. غنشوفوا نموذج الفوتون، غنعرفوا شنو هو الفوتون، ثم غنعرفوا الموضوعات ديال بوهر، نيل بوهر، أحد العلماء الكبار، ثم مستويات الطاقة، مستويات الطاقة ديال الذرات أو الجزيئات، ثم التطبيقات على الأطياف. إذا إذا خدينا الذرة نعلم بأنها نواة تدور حولها إلكترونات. في النموذج المبسط جدا كنفترض بأن الذرة هي نواة، يدور حولها إلكترونات. ولا خدينا أبسط ذرة كاينة وأصغر ذرة كاينة، هي ذرة الهيدروجين. ذرة الهيدروجين هي نواة فيها بروتون واحد يدور حولها إلكترون. لكي يهمني أنها نواة يدور حولها إلكترون. للتبسيط نفترض بأن المدار ديالها دائري. إلا قارنا ما بين ذرة الهيدروجين، وما بين الأرض، مثلا كوكب الأرض، هذه الأرض اللي غنفترض بأنني بغيت ندور حولها واحد القمر اصطناعي، غنفترض واحد القمر اصطناعي، قمر ساتيليت، قمر اصطناعي. نورمالمون هذا القمر الاصطناعي ممكن نديرو في أي مدار حول الأرض، يعني ممكن ندير القمر الاصطناعي في هذا المدار، ممكن ندير القمر الاصطناعي في هذا المدار، ممكن ندير القمر الاصطناعي هنا، ممكن ندير القمر الاصطناعي هنا، في أي قيمة هنا، في أي مدار بغيت نحط القمر الاصطناعي ممكن نحطو، بشرط فقط تغيير الشروط البدئية لإطلاق هذا القمر الصناعي. الشروط البدئية لإطلاق هذا القمر الصناعي ووضعه في المدار هي التي تتحكم في موقع القمر الصناعي بالنسبة للأرض أو في مداره بالنسبة للأرض. ولكن إذا شفنا ذرة الهيدروجين كنلاحظوا دائما بأن هذا الإلكترون كاين هنايا، يعني واحد المسافة إغ، إذا كان في نفس الحالة واحد المسافة إغ بالنسبة للنواة، وأن جميع ذرات الهيدروجين لديها نفس الحجم، قد ذرات الهيدروجين بحال متماثلة متناظرة متشابهة ايدونتيك بحال هذا الشيء. يعني علاش هذا الإلكترون مثلا ما يكونش في هذا المدار؟ علاش مثلا ما يكونش هنا؟ علاش مثلا ما يكونش هنا؟ علاش مثلا ما يكونش هنا؟ علاش عنده واحد المدار محدد؟ وعلاش ذرات الهيدروجين كلها علاش ما تكون عندي واحد ذرات هيدروجين اصغر شويه؟ يعني مثلا تكون عندي نواة هنايا بحال، وتكون الالكترون اقرب في مداره يكون هنايا مثلا، وتكون ذرات هيدروجين كبيره في الحجم ديالها وذرات هيدروجين اخرى اصغر. لماذا ذرات الهيدروجين مثلا غير خدمة هذا التطبيق على جميع الذرات؟ لماذا جميع ذرات من نفس النوع، جميع ذرات الهيدروجين من نفس النوع تكون متماثله من نفس الحجم؟ هذا الشيء لم تستطيع ميكانيك نيوتن أن تفسرها. يعني ميكانيك نيوتن ملي كتبقى بالنسبة للقمر الصناعي يدور حول الأرض كتعطيني بأنني ممكن ندير القمر الصناعي في أي مدار، ولكن نفس الشيء هي كتوقع بأن هذا الإلكترون ممكن يتدار في أي مدار حول النواة، ولكن هذا غير ممكن عمليا ولا ينطبق على أرض الواقع. يعني أن الإلكترون كيكون في مدار محدد بعينه، ممكن ليه فقط يكون في واحد المدار أو مدارات محددة بعينها بدقة. يعني يقدر مثلا واحد الذرة عندي هنا نواة، يقدر هذا الإلكترون يكون في هذا المدار، يقدر يكون في هذا المدار، ولكن ما يمكنش نهائيا يكون في المدارات اللي كاينة هنا أو لا في المدارات اللي كاينة هنا أو لا هنا، ما يمكنش هذا الإلكترون نحطو هنا أو لا نحطو هنا أو لا نحطو هنا. عندي مواضع معينة فقط بالضبط اللي يمكن يتحط فيها ذاك الالكترون، وهذا الشيء هو المدخل الى الدرس ديال الذره وميكانيك نيوتن. المدخل، احد المداخل اللي ادت بنا الى ان نشوفوا ان ميكانيك نيوتن لم تعد كافيه ولم تعد صالحه لما نتعامل مع الاجسام لا متناهيه في السر. اذا في سبيل شرح السر وراء هذه الظاهره غادي نستكملوا الدرس ديالنا وسوف نتعمق في هذا الموضوع. إذا الفقرة الموالية هي الطاقة المتبادلة بين الذرة وإشعاع ضوئي. الطاقة
المتبادلة بين الضرة وإشعاع ضوئي. إذا نورمالمو يحدث تبادل للطاقة بين الضرة وإلكترون أو إشعاع ضوئي، يعني عند استضان ضرة بإلكترون ما فإنها تتبادل مع هذا الإلكترون مقدارا من الطاقة. أو يحدث مثلا تفاعل ما بين إشعاع ضوئي وضرة، يحدث تأثير بيني ما بين، أو عندما يحدث تأثير بيني ما بين الضرة وإشعاع ضوئي، فإنه يحدث تبادل للطاقة. هذا التبادل للطاقة يجب أن نعلم كيف يحدث، ما هو سر هذا التبادل ديال الطاقة ما بين الضرة وإشعاع ضوئي، أو الضرة مع إلكترون، أو الضرة مع أجسام أخرى لا متناهية في الصغر. هذا التبادل ديال الطاقة كيتم بطريقة يعني متقطعة. ما معنى ذلك؟ هاد الضرة هادي غادي نوضح هاد الشيء او الثاني بالتفاصيل. كان عندها مثلا واحد المقدار من الطاقة، غادي نفترض ان هاد الطاقة غنمزيها بواحد، مثلا غنمزيها بواحد، غنقول مثلا كان عندها واحد الطاقة في الاول مثلا ناقص 13.6 الكترون فولت. شفنا الالكترون فولت في الدرس ديالنا ديال النواة والكتلة والطاقة في المحور ديال النووي، شفنا بأنه هو حدث لحساب الطاقة بديلة عن الجول لما يتعلق الأمر بأجسام لا متناهية في الصغر، يعني في السلم الميكروسكوبي. يعني نفترض بأن الضرة عندها ناقص 13.6 إلكترون فولت. لما يحدث تأثير بينها وبين إشعاع ضوئي، يقدر هي كتمتص واحد المقدار من الطاقة. تمتص، مهمة جدا هذه الكلمة ديال مقدار، واحد الكمية من الطاقة تمتص كمية من الطاقة. نفترض برازار أنها امتصت مثلا 10 إلكترون فولت، يعني اكتسبت 10 إلكترون فولت. غادي ننتقل من واحد إلى طاقة جوج، ملي غتزاد ليها 10 إلكترون فولت، دونك كيولي عندها ناقص 3.6 إلكترون فولت. فهاد الطاقة، غير هذا كمثال، يمكن تكون الطاقة ديالها ناقص 13.6 إلكترون فولت، وممكن الطاقة ديالها تكون ناقص 3.6 إلكترون فولت، ولكن ما يمكنش تكون في القيم الوسطية اللي كاينة هنا. يعني ما يمكنش تكون هذه ناقص 13.56 إلكترون فولت، أو ناقص 13.4 إلكترون فولت، أو ناقص 13.6، أو ناقص 7، أو ناقص 4، أو ناقص، لابد تكون هذه القيمة أو لا هذه القيمة. أو مثلا الى عاود اكتسب، مثلا تخيل انه عاود اكتسب مثلا واحد 3 الكترون فولت، سيبوزون يمكن ليه تكون عنده واحد المقدار من الطاقه اللي غنسميه او 3، اللي هو شحال القيمه غتكون ناقص 0.6 الكترون فولت. فكنقولوا بان الطاقه مكمات كوانتيفي، كنقولوا الطاقه مكمات. ما معنى هذه الجمله؟ الطاقه مكمات بالفرنسي كوانتيفي، مكمات. ما معنى أن الطاقة مكمات؟ يعني أن الطاقة موجودة بكميات معينة، بحال البول، يمكن أن ناخذ واحد الكمية معينة من الطاقة، أو لا نفقد واحد الكمية معينة من الطاقة، ولكن كميات أو لا قيم مضبوطة بدقة، ماشي نابورت كي الفالور، ماشي أي قيمة، ماشي ذرات الهيدروجين أو ذرات الهيليوم، أو لا ممكن تكون تكون عندها أي طاقة كيما بغات، عندها واحد القيم ديال الطاقة ديالها بيان ديتيرميني، محددة بدقة. وهنا لتفسير ذلك، هذا هو معنى الطاقة مكمات، يعني القيم ديال الطاقة ما يمكنش تكون أي قيمة، كاين قيم
بحال الى بحال الدروج هذا بلون بحال الدروج يمكن يكون فهاد الطبقه ولا فهاد الطبقه ولا فهاد الطبقه ما يمكنش يكون بين اسميتو بحال لا انا ممكن فهاد الطبقه ولا فهاد الطبقه ولا فهاد الطبقه ما يمكنش يكون في 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 البلايص الانترميديير في البلايص الوسيطه دونك لتفسير ذلك يحتاج العالم اينشتاين ان يعطينا نموذج الفوتون وهنا غنهضروا على نموذج الفوتون هنا نصحوا بان اشعاع ضوئي نموذج الفوتون هنا غنشرحوا بان الى عندي انا واحد الاشعاع ضوئي سيبوزون هذا اشعاع ضوئي اشعاع ضوئي هذا الاشعاع الضوئي يتكون من دقائق صغيره جدا تسمى الفوتونات هذا شكل مبسط تاكيد هذا شكل مبسط هذه الفوتونات تحمل مقدار من الطاقة لا يجعل البركة هذه فوتونات ده. هذه فوتونات الفوتون كل فوتون يحمل مقدار من الطاقة سجلها تلميذي العزيز كل فوتون يحمل مقدارا من الطاقة وعرف لي أينشتاين الفوتونات قال لك الفوتون هي دقيقة ليس لها كتلة وليس لها شحنة تنتشر في الفراغ بسرعة تنتشر في الفراغ بسرعة الضوء اللي هي السي تساوي 3×10^8 متر بار سكوند إذا قال لي كل فوتون يحمل مقدار من الطاقة أي فوتون من هذه الفوتونات يحمل مقدار من الطاقة فلما كتجي واحد الذرة تصطدم بهذا الإشعاع الضوئي أو يحدث معها ماشي تصطدم الإشعاع الضوئي غيكون ما نفترضوش ان عنده وجود مادي نفترضو عنده وجود اونديلاتوار موجي دونك الذره لما سيحدث بينها تاثير بينها وبين الاشعاع الضوئي سيحدث انها قد تمتص فوتونا ملي كتمتص فوتون كتكتسب واحد المقدار من الطاقه هذاك المقدار من الطاقه كيحولها لواحد المرحله اخرى من طاقه الى طاقه ولكن ما يقدرش يحولها من هذه الطاقه لها الطاقة ما يقدرش يحولها إلى القيم الوسيطة كي تحولها مثلا من نقلة يعني ما يقدرش يحولها إلى مرحلة وسطى مثلا كان عندها في الأول واحد الطاقة ناقص 3.6 إلكترون فولت يقدر يحولها مثلا ناقص 3.4 إلكترون فولت ولكن ماشي إلى القيم الوسطى دونك فهي امتصت الطاقة دونك هذا هو نموذج الفوتون وبالتالي هذا الشيء هذا عبر عليه العالم بور بثلاثة الموضوعات اللي كيتسموا موضوعات بور موضوعات بور اشنا هما ثلاثة الموضوعات موضوعات بور الموضوع الاولى كيقول لك تغيرات طاقة للذرة تغيرات مكمات تغيرات الطاقة لذرة تغيرات مكمات ما معنى ذلك يعني انه واحد الذره الا غادي تغير من طاقه الى طاقه اخرى فهي كتحول من مستوى الى مستوى اخر ولكن ما تقدرش تختار لي زيطا ترونزيتوار تكون في هنا ولا في هنا ولا في هنا عندها اما من هنا لهنا يا اما من هنا لهنا يا اما من هنا عندها مستويات محدده بدقه كوانتيفي بلانيفي ديجا ديتيرميني اللي ممكن تكون فيهم هذا الشيء الا امتصت الطاقه الا اكتسبت الطاقه الا اكتسبت الطاقه فيمكن ليها تطلع يعني تصعد الى مستوى طاقي يعني ولا في اعلى ولا فقدت الطاقه يمكن ليها ترجع للبلاصه اللي كانت فيها لا اقل ولا اكثر ما يمكنش ليها تلعب كيما بغات الا امتصت الطاقه غتطلع من هذا المستوى الطاقي الى المستوى الطاقي اعلى هذيك الطاقة اللي امتصتها هي الطاقة اللي ممكن تفقدها
وبالتالي غترجع للمستوى الذي كانت فيه، وسنرى ذلك بالضبط بالضبط بالتفاصيل لما نضرب على مستوى الطاقة في المحور الموالي. إذا ملي كنقول لك تغيرات الطاقة اللي ضرها تغيرات مكمات، يعني أن ذلك قيم طاقة تأخذ قيم محددة، يعني قيم طاقة هذا غير شرح، قيم طاقة محددة سلفا، قيم طاقة لضرة محددة سلفا، ثم قالك لا يمكن أن توجد الضرة إلا في مستويات طاقية مستويات طاقية معينة يميز كلا منها قيما للطاقة، بمعنى أنه واحد الضرة يقدر تكون فاد إذا افترضنا هذا المستوى نسميه المستوى واحد، وهذا المستوى جوج، وهذا المستوى ثلاثة، وهذا المستوى أربعة، إلى ما لا نهاية. الطاقة يقدر تكون في هذا المستوى، الضرة ممكن تكون في هذا المستوى، ممكن تكون في هذا المستوى، ممكن تكون في هذا المستوى، ممكن تكون في هذا المستوى. هذا المستوى الأول إلى درنا هنا لينيرجي بالإلكترون فولت غتكون هي مثلا ناقص 13.6 إلكترون فولت. غنشوفوا هذا الشيء، غنشوفوا هذا الشيء لأنه غنضيع في مستوى الطاقة. الموضوع الثالثة يقول لك يتم انبعاث فوتون. ما معنى انبعاث فوتون؟ يعني واحد الذره الا فقدت فوتون، الفوتون اش كيحمل؟ كيحمل واحد المقدار من الطاقه. الا فقدت فوتون يعني راه فقدت طاقه، يتم انبعاث فوتون عند انتقال طاقه من مستوى او بي الى مستوى او ان، الى مستوى او ان اقل، الى مستوى او ان اقل. ما معنى ذلك؟ الذره ديالي كانت ممكن تكون هنا، هنا بي مثلا اذا افترضت انا مثلا هذه مثلا قيمه واحد، هنا مثلا ان تساوي واحد، هنا ان تساوي جوج، هنا ان تساوي ثلاثه. ممكن يقول انتقلت الطاقه من المستوى ثلاثه الى المستوى جوج، يعني انبعاث فوتون. ما معنى انبعاث فوتون؟ انبعاث فوتون بعد فوتون طلقت فوتون، فبالتالي طلقت واحد المقدار من الطاقه الى من مستوى بي الى مستوى ان اقل، يتم انبعاث فوتون عند انتقال الطاقه من مستوى بي الى مستوى ان اقل، وذلك حسب العلاقه او دلتا او تساوي ماذا؟ دلتا او تساوي ماذا؟ او 3 مثلا او ان او بي، عندي او بي ناقص او ان، بالتاكيد خاص يكون بي اكبر قطعا من ان باش تكون عندي هنا طاقه، دونك او بي اكبر قطعا من ان. يتم انبعاث فوتون عند انتقال طاقه من مستوى او بي الى مستوى ان اقل، وبالتالي الامتصاص هو العمليه العكسيه، فيتم امتصاص فوتون عند انتقال طاقه من مستوى او ان الى مستوى او بي اعلى، وذلك حسب نفس العلاقه. المهم بالنسبه لنا هو انه يتم تغيير الطاقه، هاد الفوتون اللي بعدنا باش نتحول من المستوى الطاقي 3 للمستوى الطاقي 2، ممكن واحد الذره تعاود تمتصو باش تحول من المستوى 2 الى المستوى 3. اذا سنمر الى مستويات الطاقه. مستويات الطاقه غناخذ مثال مثلا ديال ذرات الهيدروجين، غناخذ مثال ديال ذرات الهيدروجين، غناخذ هذه العلاقه هذه. انا نصبو هنا إذا الطاقة بالإلكترون فولت، ثم هنا مستويات الطاقة، هذا المستوى الأول للطاقة، المستوى الأول يوافق القيمة إن تساوي واحد، المستوى الثاني يوافق القيمة إن تساوي جوج، المستوى ثم المستوى الثالث، المستوى الثالث يوافق القيمة إن تساوي ثلاثة، المستوى الرابع إن تساوي أربعة، وهكذا إلى أن نصل إلى مستوى إن تساوي لانفيني، لهذا مستوى التأين.
الان دابا هادو هما المستويات. الان العلاقه بالنسبه لذرات الهيدروجين بالنسبه لذرات الهيدروجين الطاقه او ان تساوي ناقص او زيرو مقسومه على ان اس 2. دونك بالنسبه لنا ناقص او زيرو ناقص او زيرو هي ناقص 13.6 على ماذا؟ على ان اس 2. ممكن نديرو ناقص 1 وناخذ ان ينتمي الى ان نجمه باش نيفيتيو. دونك ناقص 1 على ان اس 2، اذا 1 هو اللي كيساوي ناقص 13.6. هنا ناقص 13.6 ماذا؟ ناقص 13.6 الكترون فولت. ثم المستوى الثاني غتكون او ان، المستوى الثاني يوافق ماذا؟ يوافق او 2، يستلزم او 2، يعني ان خدا القيمه جوج اللي هو ناقص 13.6 مقسومه على 2 اس 2. اعتقد واش ناقص 3.4 نحسبه ببساطه 13.6 ديفيزي على 4 وي ناقص 3.4 الكترون فولت. اذا هو هذا، هذه القيمه اللي كاينه عندي ناقص 3.4 الكترون فولت. ثم اعتقد بالنسبه لهذه تكون ناقص 1.51 الكترون فولت لنتاكد منها. و 3 تساوي ناقص 13.6 على 3 اس 2 بمعنى 13.6 ديفيزي بار 9 كتعطيني هي هذيك ناقص 1.51. ثم بالنسبه لاو 4 بنفس الطريقه ناقص 13.6 على 4 اس 2، دونك 13.6 ديفيزي بار 6 كتعطيني ناقص 0.85 الكترون فولت، وهكذا ناقص 0.85 الكترون فولت. الى ان نصل الى كانت ان تؤول الى ناقص الى اللانهايه، اذا كانت ان تؤول الى لانفيني غادي تكون او ديال لانفيني هي ناقص 13.6 على ان لي تونفيغ بيس انفيني، دونك غتعطيني زيرو. دونك بالنسبه لهذه زيرو الكترون فولت. اذا هذا يوضح لي مستويات الطاقه اللي ممكن تكون فيهم ذرات الهيدروجين. هذه العلاقه اللي عطيتكم هنا خاصه بذرات الهيدروجين، يعني ذرات الهيدروجين ملي كنت في المستوى الاول الطاقه ديالها ناقص 13.6 الكترون فولت، ما يمكنش تكون عندها الطاقه ناقص 13.5، ما يمكنش، ما يمكنش تكون عندها الطاقه مثلا ناقص 12، ما يمكنش، ما يمكنش تكون عندها، ممكن تكون ناقص 13.6، ممكن تكون عندها ناقص 3.4، ممكن تكون عندها ناقص 1.51، ممكن تكون ناقص 0.85، وممكن تكون 0 الكترون فولت. المهم هذا المستوى الاول يسمى الحاله الاساسيه، الحاله الاساسيه لي فوندامونتال، الحاله الاساسيه. هاد المستويات المستوى الثاني الثالث الرابع كيتسموا مستويات الاطاره، يعني الذره ديالي مطاره، مستويات الاطاره. ثم المستوى او ديال لانفيني يسمى مستوى التاين، لو نيفو ديونيزاسيون. اذا يتبقى لدينا الفقره الاخيره اللي هي تطبيقات على الاطياف. اذا تطبيقات على الاطياف، بلا ما نعقدوا الامور، تلاميذ الاعزاء، طيف ضوء باش نعرفوا شنو هو الطيف ديال الضوء، وهو مجموع الاشعاعات التي يتكون منها الضوء. دونك نسمي طيف ضوء، نسمي طيفة، عفوا نسمي طيفة ضوء مجموع الاشعاعات التي يتكون منها التي تتكون منها هذا الضوء. اذا الطيف هو المجموع ديال الاشعاعات اللي كاين فيه واحد الضوء معين. ليسونسييل يتميز بطول موجته لامدا في الفراغ. الان بالنسبه لنا لما تنتقل الموجه من مستوى بي، هنا حطيت مستوى ان، مستوى ان، دونك بالضروره عندي هاد بي خص يكون اكبر قطعا من ان، بي خص يكون اكبر قطعا من ان. لما تنتقل ذره او جزيئه او اسمتو من مستوى ان الى مستوى بي يحدث امتصاص
امتصاص للفوتون. إلا افترضنا أن هذه الطاقة هذه هي EP وهذه الطاقة هذه هي EN، فهناك تغيير في الطاقة دلتا E تساوي ماذا؟ الطاقة النهائية EP ناقص الطاقة النهائية EN، وهذا هو هذا طيف للامتصاص. الآن لما ننتقل من EP إلى EN يحدث ماذا؟ هنا يحدث انبعاث للفوتون، انبعاث للفوتون، انبعاث للفوتون، وبالتالي ماذا يحدث هنا؟ فقدان للطاقة، فقدان للطاقة، فقدان للطاقة، هنا اكتساب للطاقة، هنا اكتساب للطاقة. امتصاص فوتون، إذا امتصيت فوتون يعني لا اكتسب الطاقة، لأن الفوتون كيحمل الطاقة، ملي كنكتسبو كيعطي الطاقة اللي كي اللي هو يحملها، هنا اكتساب للطاقة. ثم سنتحدث عن متسلسلات ليمان، بالمير، باشين، متسلسلات ليمان، بالمير، باشين، براكيت، وبفوند. إذن هادو أسماء علماء اللي كيهمني ليس هو الأسماء ولكن غير الفهم ديال هاد المتسلسلات شنو هما وكطاطو اشنو كيعنيو هاد المتسلسلات. غادي ناخذو المستوى تاع الطاقه وغنمثلوهم، وهذا الشيء غيسهل بزاف الامور ديالنا. ناخذو المستوى تاع الطاقه، ثم ناخذ المستوى الطاقي واحد، ثم المستوى الطاقي جوج، ثلاثه، اربعه، خمسة. متسلسلات ليمان توافق الانتقال، متسلسلات ليمان توافق الانتقال من مستوى بي أكبر قطعا من واحد إلى المستوى الأول للطاقة، إلى المستوى الأول للطاقة. باش نوضحوها، يقدر ننتقل مثلا مثلا ننتقل من المستوى خمسة، هذا هنا شفتينا حطينا ان تساوي واحد، هنا ان تساوي اثنان، ان تساوي ثلاثة، ان تساوي اربعة، ان تساوي خمسة، غندير مثلا ان تساوي ستة، ان تساوي ستة. إذا متسلسلات ليمان توافق الانتقال من مستوى مثلا من المستوى جوج إلى المستوى واحد، مثلا من المستوى ستة كما كتشوفوا إلى المستوى واحد، من المستوى خمسة إلى المستوى واحد، من المستوى أربعة إلى المستوى واحد، ثم من المستوى ثلاثة إلى المستوى واحد، ثم من المستوى اثنان إلى المستوى واحد. هاي دابا متسلسلات ليمان. إذا هنا الطاقة المنبعثة E تساوي H فوا ني تساوي H فوا C على لامدا تساوي ناقص O0 واحد على P كاري ناقص واحد على N كاري. دابا هاد العلاقة هادي ديال المتسلسلات تحكم جميع المتسلسلات، لا ديال ليمان ولا ديال باشين ولا ديال بالمير ولا ديال براكيت ولا ديال تفوند، كتحكمهم هاد العلاقة. الشيء الوحيد الذي يتغير هو القيمة ديال N. هنا متسلسلات ليمان كنطلق من مستوى اكبر من واحد وكنرجع لمستوى واحد كما كتشوفوا. متسلسلات بالمير لا، كنرجع للمستوى الثاني، غنلونها باللون الميزه باللون الاخضر مثلا بالفطر الاخضر. لاحظوا غادي نجي من المستوى 6 وصولا الى المستوى الثاني، ثم من المستوى 5 وصولا الى المستوى الثاني، ثم من المستوى 4 الى المستوى الثاني، ثم من المستوى 3 الى المستوى الثاني. هذه متسلسلات بالمير. بنفس الطريقة يمكننا ندوزو الباشين، باشين هو الانتقال من مستوى أعلى إلى المستوى إن تساوي 3، يعني من المستوى 6 إلى المستوى 3، من المستوى 5 إلى المستوى 3، من المستوى 4 إلى المستوى 3، وبالتالي كاين مستويات أخرى في الفوق، هادشي كافي. ثم متسلسلات براكيت يعني الرجوع الى المستوى ان تساوي 4 انطلاقا من المستوى اعلى، ومتسلسلات فوند يعني الرجوع الى المستوى 5 انطلاقا من مستويات طاقيه اعلى.
والعلاقة اللي كتعطيني الطاقة المنبعثة أو الممتصة هي المكتوبة هنا أو كتساوي الطاقة أش ثابتات بلونك اللي هي 0.62 في 10 أس ناقص 34 وتردد الموجة الضوئية أش ثابتات بلونك سي سرعة الضوء طول الموجة لمدة طول الموجة وزيرو هي الطاقة الأساسية في المستوى الأساسي للطاقة والقيم ديال بي و إن على حسب الإنتقال مثلا إلى انتقلت من المستوى 5 إلى المستوى 3 كيكون بي هنا كياخذ القيمة 5 وكيكون إن هنا كيساوي 3 بما أن هذا الإنتقال تم إلى المستوى الثالث فهذا يخضع إلى متسلسلة براكت إذا باشين دونك العودة إلى المستوى 3 يوافق باشين العودة إلى المستوى 1 يوافق ليمان العودة إلى المستوى 2 انطلاقا مستوى أعلى يوافق باكين بالمير العودة إلى المستوى 4 انطلاقا من مستوى أعلى يعني من المستوى 5 ولا 6 ولا 7 يوافق براكت والعودة إلى المستوى 5 انطلاقا من المستوى 10 أو 9 أو 8 أو 7 أو 6 يوافق متسلسلة بوند إذا هذا كل شيء وصلت بك فصلت وتتمنى لكم التوفيق دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.